بعضنا في الكوجينة مازال اللبلابي مازال كتاب وراهو بنين. انا ذقت حاجه روعه مفيده. معانا كيف الشيف امين. الشيف امين مازلنا كان الكريم باش نحضرها نتاع الباناكوتا. خليك تخرج من الكريم فريش ديليس. انتو طون الكفته طابت هكا ما شدتش الوقت. توا باش نعمل لاكومبانيمون تاع الكفته. حاجه تطراوها ساهله وشي ما فيها. شعلك النار. شويه حط شويه زويته نتاع نجم. وانا باش نقص لكم القرعه هذيا لا كوبي اون روندي. خليو الزيت يسخن لنا. هذه حاجه سهله صحيه معناها بالخضره فوالا لبلبي برك في الطاوله مع شويه ترشي شويه دونك نزيدوا الحويجه اللي هي ماهيش باش تكلف لي برشا ويحبوها. انت البصله هاتلك البصله اي الكلو اي كلو عزيزتي. هذه الثوم ديما بعض البصل باش ما يتحرقناش. اي نتاعي هذايا راهو فاستي. فاستك اي كيما تتعلم مني نتعلم منك ونعلم منك. علاه نحب الكوجينه انا باهي. اوكي شنو حكايتها هذيك قاعد يتقلى. اي هاي ترمي علي هذيك هذيك هي الحكايه لاكومبانيون. قلت لي شويه هروس نتاع كرتاش توا ولا من بعد؟ تبو الميتر توا. فوالا من غير فاد ريفه خاطر عندنا ديجا اللبلبي باش يجينا حار. باش نحطو شويه ملح كركم اي شويه ملح يا خيتي لا يلحيك عليا يا خيتي تفهمني ما غير ما نتكلم. عرمشه شويه فلفل اكحل هكا هاو وهذيك نخليوها هكاك. هذيك نخليوها تاكل روحها وحدها تغني. تعجبني كي تقولي تاكل روحها. تاكل روحها وحدها. هذايا بعد ما تطيب فما ناس يحطوا عليها شويه خل. اي انا ما نحطليش الخل. خليها هكا. خليها هكا. اما فما ناس يحطوا الخل بنينه برشا زادة تولي. باهي اوكي نخليوها مالا تطيب على روحها. خلينا نمشي نشوف الباناكوتا كيفاش باش نعملوا. الباناكوتا اللي هنا عندنا نستعملوا 220 غرام حليب. اي حليب ديليس. ديليس. بيا. وفيها ياغورت ناتوريل زاد نتاع ديليس. زوز ياغورتات. حطيت لك أكثر شوية، نقص لك. مش مشكل. مش مشكل. عندنا زوز ياغورتات. أب. كابتين ياغورت ناتور. هذا السكر و 120 غرام كريم فريش ديليس سون سكر زاد. ايه فوالا عندنا 100 غرام سكر. كل شيء نحطوه مع بعضه مش ندوروه على الغاز توت سويت. هذايا خليني نرجل لهم امورهم. وعنا ساشي سكر فلور دورانجي تاع فانواز اللي هو سكر بنكهة الزهر باش نعطيه الجو. خلينا نمشي انا ديجا نبدا ندور. دونك الحاجة الباهية سكو لا فما فارينة لا فما عظم لا فما حتى شيء. سي جوست مطعم البنة نتاع مطعم الكريم فريش والسكر والياغورت هكا هاو تجينا خفيفه وبنينه. اونتخ طون باش تحضر الماس جيلاتين هكا. لا نجمو يا نستعملوا ماس جيلاتين يا نستعملوا جيلاتين ديريكت. اما فما تكنيك كي تصب جيلاتين ديريكت تصبوا بشويه وتبعدوا على الفوي تصب في كوان هكا وتصب واحده واحده لازم يذوب. الماس جيلاتين بالنسبه للماس جيلاتين هي شنو مثلا عندنا في الروسيت 20 غرام جيلاتين. اي دونك تضربوا فوا خمسه. اي 100 غرام ماء وتسخنهم وتحط معاهم ال 20 دونك يوليو 120 ماس. باهي اما احنا تو باش نحطوها ديريكت. احنا باش نحطوا جيلاتين ديريكت 20 غرام جيلاتين. 20 غرام وريني كيف نحط لمبلبزها. دونك خليها تسخن شويه باش تذوب لنا الجيلاتين. من بعد على الفوي
اي من بعد الفوي هذاك اي نصبوا بشويه باش كل مره اللي نصبوه يذوب ليه ليه معناها ما يكلفصناش فوالا وتوا قدير خليوها تغلي ولا جوست غلوه فلسفي تغلي شويه وكهو يعني يذوب كل اللي زين بيديهم كله يدخلوا في بعضهم ونخليوها هكا ولا نقعد ندور ندور دور دور ماذا بينا حركة دور دور هاي من تجيبك اللي قاعدوا في الكونجيلاتور لا لا سافا سافا نعرف طاب كل شيء انت يا انا 6-12 خلى الراجل فوالا لهنا قلنا كيما قلنا بردنا الباز هذيا وبردنا المعجون باش كي مش نصبوا سي طفي عليه هكا هاو يزي اي هكا هاو سيغ ما يشدش برشا وقت باهي بالسيفي قلنا ذاب وتخلي كل شيء في بعض اوكي شيف جيست تحريك خفيف هكا اوكي تفضل وتوا لازمهم باغ كونتخ يقعدوا على الاقل على الاقل سويعتين في الفريجيدير المفيد به يوليو كما نقولوا موسو يعني تولي كريمه شاده بعضها شاده روحها ما عادش تلقلق بيان سور انت حضرت ديجا حاضرين خاطر باش نوريوهم الغريب تاع فينال ليه ليه باش ما نخسروش برشا وقت كيفاش يحضر خاطر سينو لازم السوياتينك السوياتين لازم منهم في خليها تبرد خليها تبرد ليه يا ودي لازمها تبرد هذايا يا مفيده يا مفيده شوف لنا كنا بلابي كيفاش باش نعملوا له الدريساج نتاعو انا هاي هاي نبداو زيت زيتونه tout de suite. Aïe. Cherchez la rose. Hâte-le, une halle qui fait. Aïe, aïe. Aïe. Chouette la rose, ça fait un peu de hâte. Chouette la camoune. Il y en a un canard. Bâche. Ok, chouette la rose. Chouette la rose, le camoune. Hâte-le. Hâte-le. Aïe, aïe. Surtout, il y a blé, il y a bannou. هذيك باش نحطوه من فوق فهمتك تسرق عليا صنعه نسرق ما نسرق كيما انت تسرق عليا صنعه حبيت نوريكم حاجه كان اون بو لا باسي لي الماء تاع البلابي ابيض اي هاك اللي هي واش كيما نشيوه من عند بيع البلابي باهي انا شو عملت؟ اه حط لها الخبز فوالا خبز قسيناه لكم وحضرناه لكم كل واحد قداش يحب خبز فوالا هكا تري بيان يز فيها البركه توا سي امين باش نهزوا الحمص هكايا ابيض الشارع ها والله ابيض انا نعيفوا اللبلي بتاع الشارع ما مش عند الناس الكل لا نحبوا انا راهو اسمعني رد بالك لا 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 ايش اقول لك وقت اللي مدهولي اكحل يفما شكون يعملوا على قاعده شنو هي لاستيس حطينا الحمص حطينا الحمص حطينا الحمص من الاول طيب انا لا لا حطينا اي حبيت نقول لك حطينا الحمص وهو بارد حطيت لافور فانواز سميرة فانواز تاع الجاتويت اوكي كمل لي توا باش نعمل باش نحط هذا الشيء هذايا الهريسك اللي خلطناها بالثوم الدنيا يعطيك الصحة العظمة العظمة باش نعملوا؟ سبيسيال هذا لبلبي سبيسيال عظمه سبيسيال تاع كتاك مفيده الله الله مروبه مروبه تعمل الكيف وسهله اون بلوس شنو هي سهله شنو غلي الماء ورميك عيبتي نعضة ما يخش فيها علم لي دنيا اي اللي من بعد اللي بعد يقوي ساعدو انت توا ظاهر لي في المرحله نتاع التل طاف المرحلة تاع الطن نهار علينا بالطن نحط الطن تنينا كل واحد اللي ما يحبوش بالطن ما يعملش بالطن اللي عنده الطن يحط الطن شو انا نحط الزيتون هذايا ما نحبش كل الزيتون بالحق انا ما نحطش في زيتون البيض نحط في زيتون عاد كل قد ما بترف زيتون بنينا يا مالك يا مالك يا مالك نحط شويه كبار تشلوه الكبار بالكم انا شللته ريقلته شيشه كبار شيشه
انا نحبوا الكبار راه تعيشه وانا ما نحبوش نعمل لك صحفه وحدك من بعد نزيدوا شويه زيتون اخضر اخضر والفلفل بر العبيد هذا باغ اكزومبل نتفاهم معك البر العبيد اما تقصوه ولا كل واحد ياخذ قرايين ويشيخ روحو بيه تري بيان وهذه فينالمون مش صوص انا قبل ليك قلت صوص ما هي ماهيش صوص لي سي ان سوتي دو ليغو سوتي دو ليغو مع اللبلابي عملت لنا سوتي دو ليغو فوالا هكا انا شو نعمل مليك الرأي حتى انا هذيك نعمل رشه كمون كمون وصح لي شي كلام باغ كونتخ تعرف زاد شنو نعمل انا نحط شويه خل اي انت ماني قلت لك واو سي بون ماني قلت باسكو الواحد بصل الكراميليزي فهمت خليك تكمل من الدريساج نتاعك مع الكفته شيف وينهم نجيبوهم نجيبوهم وهما ديجا عندك جو كخوا انت محضر على خاطر مهم اللي تحضر الغوسات هذيا على الاقل على الاقل هو تقعد سويعتين سويعتين يا بني وي عصرت شويه قادس عليها لا لا نعرفك لا. عرفتك ولا فما ناس يحطوا شويه خل عليها اللبلاب يحطوا عليه شويه خل انا ما نحبوش نحبوا هكا ناتيور كيما نشوفوا لهنا بردت لنا باش نحطوا شويه كونفيتور خاطر هي مش حلوه راهو الكريم نتاعي هي ماناش محلينها عطينا امين اللبلاب نتاعك راهو اه لي انا اي ليك انت بابا انا ليا سنعمل لك انت صحيفه هاي فوالا دللتوني اليوم الحقيقة حطوا شوية بيستاش رابيل للوطاني اللي عملناه اي كعبة فرامبواز وما نساوش الفرامبواز كوم ديكور رابيل للفروي روج صحفة تاع اللبلاب استنى عايش بنت شنو؟ استنيني القارصة لربما مش انت باش تاكلها اللي باش تاكلها او لا لا مالا شغل انا جينا بحذيك شخاوة. نجيب حذيكم جاتي وكالصحيفة سيختو فأنتي والصحيفة زوز حشنا بيك الحقيقة يعطيك الصحة اللامفيدة يعطيك الصحة عايش مليك يعطيكم الصحة انتوما اللي تتابعوا فينا كل نهار حد على قناة النسمة جيسبيغ لي الغوسيت لي غوسيت نتاع اليوم عجبوكم ريتو كيفاش في 50 دقيقة نجمو نعملو الكفتة نجمو نعملو لابلابي باناكوتا سي فغي كو تقعد ساعتين في الفريجيدير اما 20 دقيقة باش تحضر فوالا لا وعلمناهم حاجة كيفاش يطيبوا العظم والعظم سيرتو العظم العظم كيفاش يجيبوا يعطيكم الصحة لي شيف يعطيكم الصحة انتوما باي 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 صحة ليكم هذا البرنامج برعاية دويس أحسن ما فهمت وردة سرها المحبة كرتاج طماطم المراسة النافع طماطم كرتاج صنف وتبنن